يعني السؤال المعتاد اللي بسألك إياه دايما. أوكي محضر حالك، ليك الابتسامة على وجهك، رح تبقى الابتسامة كل الحلقة ولا شو الوضع؟ لا لا أكيد أكيد جوزيف، طالما نحن معك ومع المشاهدين بكل يوم بنهار سبت وأكيد نهار ثلاثة، فأكيد بدنا نضلنا مبتسمين ومسكين بالابتسامة لو شو ما كانت الظروف أو لو شو ما كان الخبر اللي عم ننقله. يعني شو حلوة الدبلوماسية، شو حلوة حلوة. طيب اليوم موضوعنا نحن عن الضرائب يلي عم يدفعها المواطن اللبناني، والضرائب كيف عم تندفع على أي ريت، صح؟ صحيح. هلا هي مو مفروض تندفع على ريت ال 1005 الرسمي؟ مظبوط 100%. هلا هو بعد ما اندفعت طلع اعلام وزاره المال رقم 114، هو متمم عمليا للقرار 893 يلي قالت فيه، بدنا نحكي شوي عن مضمونها لحتى نفسر شو هي. قالت ان العمليات التجاريه يلي بتصير بالدولار تتسجل بالدولار، ولكن بالقيمه اللبنانيه يعني يلي حصلت فيها المؤسسة على الشغلة بالدولار بالتاريخ الفعلي لحصول العملية. شو بس يعني؟ عفوا قبل ما تكفي بس سؤال، انت عم تحكي عن اي ضرائب؟ عن الضرائب بس التجارية القيمة يعني المضافة؟ لا القيمة المضافة معروف عليها التفقة. هي شو قالت هون؟ في وزارة المالية انطلقت من حجة انه والله نحن البضاعة اليوم اللي عم نشتريها هي عم نشتريها بالدولار وبدولار السوق السوداء، او هي بتقول انه بالسعر الفعلي للدولار، يعني بالسعر الحقيقي للدولار، وبالتالي هي عم بتسعرها على هيدا السعر، بس انه عم بتسعر القيمة المضافة عليها عم بتسعرها على 1005. اوكي فهمت علي كيف؟ يعني هي مفروض تكون القيمة المضافة، هلا عم بتقول الوزارة انه القيمة المضافة لازم تكون مسعرة على السعر الفعلي للدولار بالتاريخ اللي حصلت فيه عملية الشراء. ليه قالت هيك؟ لانه انت بتعرف انه نحن الدولار عم يتغير بين يوم ويوم ويوم واخر. طبعا هذا الامر اثار حفيظة التجار واثار حفيظة الصناعيين وكل حدا بيشتري بضائع عليها الضريبة على القيمة المضافة. ليه؟ لأنه أول شيء هون في أكلاف وأعباء إضافية مش حتصير على التاجر، هي حتصير على المواطن عمليا، يعني حتصير على الشخص يلي بيتلقى البضاعة بشكل نهائي، واللي هي عمليا نحن، يعني أنا وأنت وكل الناس يلي بتشتري. على سبيل المثال مثلا جوزيف، كنا نشتري قطعة بألف دولار، اوكي عليها تي في 11%، يعني كنا ندفع عليها 165,000. هلا مع هذا القرار وبسعر الصرف 9000 ليره، بتصير القيمه المضافه بتصير عليها 1,000,000 ليره. طلعنا من ال 165,000 للمليون ليره اذا سعرنا الدولار على 9000 ليره لبنانيه. ليش اخذت هيدي الخط؟ تخيل انت يعني انت باقتصاد منهار وبانكماش اقتصادي وبتآكل القدرة الشرائية، يعني انت ال 100,000 هلا صارت عندك 20,000 او 15,000، يعني عمليا قيمتها الفعلية. اجوا قالوا لك البضاعة الجديدة اللي بدك تشتريها التفقة صار عليها يعني انضرب بخمسة او بست اضعاف. شو حجة وزارة المال؟ تعرف انت اليوم نحن عندنا تراجع بإيرادات الدولة، يعني المصاري اللي عم بتفوت للدولة من خلال الضرائب، من خلال الرسوم الجمركية، من 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 خلال مثلا انت بتعرف يعني في مؤسسات عامة إلى طابع تجاري كمان في مصاري بتفوتها على الدولة، وكثير اشكال تراجعي. هلا عم بتدور هي على اماكن لا حتى تزيد ايراداتها، برمت ولفت وكالعاده وعلى الطريقه اللبنانيه صبجت من هون وروتشت من هون، اجت على القيمه المضافه للاسف، قالت لك انه بدنا نقبضها بالسعر الفعلي للدولار. شو مشاكل هذا الامر؟ عددت لك اول سبب شو حتعمل بالمواطن. ثاني شيء، أول شيء أنت سعر الدولار عندك متحرك، يعني بيتغير بين يوم والتاني، فبالتالي هيدي القيمة المضافة حتتغير بين يوم والتاني، وأكيد منحة صعودي. يعني أنا اليوم قلت لك الدولار على 9000 حتصير ندفع 1,000,000، أنت تخيل معي الدولار لبعدين قدي حيصير. شو حيصير؟ ما رح يصير، بده ينزل ما بده يطلع. ان شاء الله بده ينزل. شو هي مش على رايكم انتم الصحفيين الاقتصاديين والمحللين الاقتصاديين؟ بده ينزل هيك بدنا نفكر. طيب. ما بدنا بقى اعصاب للعالم. شغله ثانيه بدي اسالك اياها، طيب
هل سجل موقف معين وأدى لشي مطرح ولا؟ نعم. لا بعد ما أدى لشي مطرح أبدا. نعم. كان في يعني عم بيصير في مفاوضات ما بين التجار ووزارة المال. هلا هي بتقول هلا كل واحد عنده حججه، بس بالتالي نحن اللب المشكل الأساسي اليوم هو توحيد سعر الصرف. نعم. يعني باقتصاد مدولر ما فيك تضلك على 5 و6 أسعار للصرف، وخاصة إنه الدولار للأسف أخذ منحة تصاعدي يعني بصرف النظر، يعني في حقيقة ملموسة. صحيح. بدنا نقولها بالأخير. بعد ما صار أي موقف هلا انتبه، أو هيدا يعني أنت هون بدك، ما فيك أنت تجي تقول هلا هني طبعا لهم معايير محاسبية، لهم قانون المحاسبة العمومية، يعني إلى حجج القانونية يلي أخذت فيها وزارة المال، ولكن بظل هيدي الأزمة الاقتصادية والتفلت بسعر صرف الدولار. نعم. أنت ما فيك تجي تفرض هيدي الضرائب بشكل عشوائي. عم بيقولوا التجار أنه خلينا نتفق على سعر معين، تقول مثلا وزارة المال، خاصة أنه هلأ ما في اتجاه لتوحيد سعر صرف الدولار أو لتحديد هامش له، يعني هامش أقصى وهامش أدنى. خليها تقول وزارة المال بتحديد سعر معين للدولار يتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة أو التفئة على أساسه، إنما تقول أنه هو خاضع للسعر الفعلي للدولار بالسوق. ما هو أوقات عم بيكون 5، أوقات عم بيكون ما صار 5 هلا. نعم. صار اوقات عم بيكون 9، اوقات ممكن يزيد مع الوقت، فبالتالي هيدا الامر حيؤدي لمزيد من تاكل القدره الشرائيه، من ايضا انشاء الاقتصاد المكتوم او اقتصاد السوق السوداء. جوزيف ما حدا حيصرح عمليا قديش باع. طيب. عندي سؤال بيه. عندي سؤال بيه. نعم. بموضوع لنرجع للضرائب للتي في اي، في كمان تي في اي مش بس على التجار انما على بعض العاملين بكل القطاعات يلي بيتخطى مدخولهم 100 مليون. قبل كانت 150 مليون، مؤخرا من سنتين صارت 100 مليون. ضريبة على الدخل مش تي في اي. ايه بس فيها تي في اي، في ضريبة الدخل وفيها كمان اذا فوق ال 100 مليون صار في تي في اي، صارت موجودة. اذا ما بعرف اذا ما عندك علم فيها، بس صار في كمان اذا فوق ال 100 مليون بتعملي ضريبة الدخل وبتصرحي تي في اي كمان، بس تعملي فواتير. ايه بس انتبه، بس لنقول ايه بس لنقول بس نقطة، بس خلينا نسأل سؤالي. ضريبة على القيمة المضافة بتصير على القصص يلي بنستوردها مش على الخدمات، بس حتى يعني نكون واضحين. بنستوردها بس على الخدمات صار في كمان تي في اي على فوق ال 100 مليون. إذا الواحد بيقبض بالدولار، أنا بدي أشوف هون كمان كمان يعني بتلحقوا هالقصة على قصة سعر صرف الدولار بالسوق السوداء؟ طبعاً أنا حأمشي معك بالنقطة اللي أنت قلتها. نعم. بس إنه مثلاً أي ضريبة، يعني أو هلأ بدي أقول لك شغلة، نحن خاصة من اللي بيدفعوا ضرائب هن الناس يلي بيشتغلوا فريلانس أو اللي عندهم رقم مالي بالأحرى، يعني عندهم مدخول. نعم. بالدولار. نعم. طبعاً يعني إذا أخذت منحة مش ضريبة على القيمة المضافة، بالتالي ايه طبعا اذا بكره هن بلشوا مع الضريبة على القيمة المضافة بالاسعار والمستوردة، اكيد بعدين حيصير في منحة بيقولوا لك والله انت بتقبض. نعم. بالدولار وانت مصرح هالقبضة المالية، بالتالي طبعا بده يصير في عليك زيادة. نعم. يعني الله يساعد المواطن اللبناني اي مصدر. نعم. للاموال. نعم. صح. لقلك ليش لانه قبل كانت فوق ال 150 مليون بتصرحي للتي في اي، هلا صار فوق ال 100 مليون بتصرحي للتي في اي، هيدي بالاضافة الى كمان القيمه المضافه اللي بيعملوها بالماليه، يعني كمان. نعم. هون مش. نعم. طالع واكل نازل واكل. نعم يعني هيدا. طيب نحن بانتظار في وقت شوي جوزيف، لانه بس بدي اقول شغله انه كمان موضوع هلا الازمه على موضوع الكهرباء، لانه نحن معرضين يعني من التنين ابتداء يكون عندنا مشكل بالكهرباء. نعم. لانه بتعرف انت عقود الصيانه والتشغيل لا مع ملاي الزهراني ودير عمار للاسف هي بتخلص ب 15 شباط. نعم. بدهم الشركه 45 مليون دولار. أوكي. مش قبلانين الا ياخذوا كاش، وبعد لهلا ما توصلوا لاي اتفاق. ممكن يكون في استغلال سياسي لهذا الامر وتراشق يعني ما بين وزاره الطاقه وايضا مصرف لبنان مثل العاده. للاسف يعني نحن معرضين. نعم. لانقطاع التيار الكهربائي. أه. او تخفيض يعني ساعات التغذيه خلال الاسبوع الجاي اذا ما وصلوا لاتفاق. معك انا جوزيف. نعم. طيب انا كان عندي سؤال برات موضوع الضريبه، ليش بيتأثر السوق انه بقصة الدولار بيطلع وبينزل فقط لانه بتركض العالم لتشتري او لتبيع؟ يعني هي قصة عرض وطلب، يعني بس تم تكليف دولة الرئيس سعد الحريري حسينا لفترة كم يوم نزل ل6000 وشي الدولار. هلا عم نسمع مثلا لانه ما صار في شيء متوقع يوم الاثنين
هيك عم نسمع يمكن غلط ما انتوا تركضوا هلا اذا تشتروا دولار او انه بده يطلع. ليش بيصير هيدي العمليه ومين بيعملها؟ مين بيسببها؟ الشعب. اول شيء بدي اقول لك شغله جوزيف سبق وكنت انا وياك حكينا فيها امبارح مثلا على سبيل المثال للحصر، طلع الرئيس الحريري عند بقصر بعبدا دغري نزلت الابلكيشنز يلي دائما نحن بنحذر منها، نزل الدولار 200 ليره صحيح. نزل من بعبدا مش ماشي الحال شوي رجع شقى للدولار، هيدا اللي بسموه الصعود والنزول الوهمي للدولار، يعني مش متاثر بعوامل العرض والطلب، لانه يعني ما حدا ضارب بالرمل هو شو حيصير معه بالاجتماع فقشط 200 ليره بالتالي هيدي من انتبه لها. هلا فيما يتعلق بموضوع تسمية الرئيس الحريري صار في عدة أسباب. أولا هي مثل ما قلت لك موضوع يعني إلى حد ما بركز على هالكلمة إنه والله بيتنفس الشارع شوي إنه في ثقة شوي. ثاني شيء وقتها يعني في طبعا كان في ضخ للأموال من حاكم مصرف لبنان وبقت معلومة هيدي القصة لا يعني إطفاء جو من الثقة فيما يتعلق بموضوع تسمية الرئيس سعد الحريري، وهذا شق سياسي ما فينا نتفكر له، يعني ما فينا نجي نقول لا، لأنه يعني بالاخير كله فايت ببعضه وانت ادرى بهذا الموضوع. بالتالي بدنا ننبه المشاهدين اصرفوا على قد ما بدكم، اشتروا على قد ما بدكم، لانه يعني الشعب هو ممكن يكون السبب بهي القصة كمان ببعض المطارح. المواطن ما يتأثر بالوهم وما يتأثر بالابليكيشنز، لانه في لعبة كتير كبيرة ليلموا دولارات العالم وليخضعوا العالم. يغزل رجاء انتبهوا لهذا الامر. صاير بتعب اذا بدي فوت بين جملك، اسم الله عليك اسم قد ما عندك بيكون معلومات مجمعتيها من هون ومن هون ومن هون. اذا بتريدوا نيكست ويك اعطونا نص على محاسن لنقدر نكمل الحلقه. مظبوط بقدر اسال انا كثير كمان يلا ناطرينك ان شاء الله بعد ما تروح هالحاله الكورونا يوصل الفاكسين يوصل دورنا للفاكسين لنكون سوا بالاستوديو.